بسم الله الرحمن الرحيم. نختم مع بعض آخر جزء بالنسبة للشابتر بتاع الانتيمولوجي أو علم الحشرات. هنختم مع بعض باتنين ديزيزز مهمين جدا في امتحان الام سي كيو، هما السكيبز والمايزز. سكيبز بمعنى مرض الجرب، والمايزز اللي هو مرض التدويد. بدل ما كنا بنقوله زمان انه الجثث الميتة بس هي اللي بتدود، لا ده احنا لقينا living humans، ناس عايشين بيحصل فيهم ايه اللي هو المايزز اللي هو التدويد. ولكن استاذنكم قبل ما ابدا بس في موضوعين المحاضرة، تعالوا بس نسترجع مع بعض كده شوية حاجات في البيديكولوزس. احنا اتفقنا مع بعض اولا كده انه الارثروبودز او الحشرات ممكن تعمل امراض في الانسان عن طريق حاجة من ثلاثة. اول حاجة التوكسين برودكشن، زي ما قلنا في السكوربيون اللي هو العقرب او الهارد تيكس. تاني طريقة هي عن طريق الالرجي، اللي هي الحاجات اللي بتقرص وتعمل حساسية، زي اشهر مثال طبعا الموسكيتو، الناموس. تاني حاجة الفليز او البراغيث، واخر حاجة البجز او البق. تالت حاجة قلنا ممكن الارث بوتس تعمل حاجة اسمها specific disease. وقلنا ليه سموها specific disease؟ لانه الحشرة دي بتارجت specific organ، زي مثلا ما قلنا في البيديكروزس بتارجت الايه السكين او السكالب بقى ميدل يعني. فعشان كده قلنا ان هي ايه specific disease. احنا تلاتة امراض اللي هما تحت عنوان specific disease، اول واحد خدناه المحاضرة اللي فاتت هو البيديكروزس او مرض الامر، والاثنين التانيين اللي هنتناولهم مع بعض ان شاء الله دلوقتي هما السكيبز والمايزز. خلينا نقول مع بعض ان البيديكروزس كمصطلح عام معناه ايه بالعربي؟ معناه مرض الامل. قلنا مع بعض ان الامل ده ممكن يجي في حاجة من اتنين، مني طبعا كلنا عارفين بيجي في الشعر او في فروة الراس، وساعتها بسميها حاجة اسمها ايه هير لايس، تمام، او ليها اسم تاني اللي هو بلايكا بولونايكا، عشان ده بس بيجي في الام سي كيو. يبقى انا لما اقول يعني ايه بلايكا بولونايكا انا بقصد بيها الهير لايس. تاني حاجة لما بيجي في نهاية الايه الكورس بتاع الديزيز، وتبقى كل السكالب دي انفليمد وايديمتس، بحيث انه الادلت ارثروبود دي او اللايس دي مش قادرة انها تمص دم تاني، لانه السكالب متنفخة كده وايديمتس كلها مية، فبتبدأ انها ايه تدور على حتة تانية تقرص منها، زي الايه غالبا بتبقى حتة قريبة من الهير لاين، زي الفور هيد اللي هي الجبهة او الاورا يعني، او القفة من ورا. المهم ان تكون ايه قريبه من الهير لاين، بحيث انها تطلع بسرعه جدا تمص دم من الفور هيد، من السكين بتاع الفور هيد اللي هو سليم، وبعد كده تطلع تجري ايه تهرب جوه الشعر تاني. فسميت المرض ده قلت عليه اسمه ايه، اسمه بادي لايس، او اسمه التاني اللي احنا قلناه اللي هو فاجابونز ديزيز. يعني ايه فاجابونز؟ يعني مطرح القرص بتاع اللايس بيعمل انفلاميشن، واي انفلاميشن في الدنيا بيهيل باي dark pigmentation او bronze بقى pigmentation. هنا زي ما احنا شايفين الحتة الغامقة دي موجودة، فعشان كده اسم العالم اللي اكتشفها اسمه vagabonds disease. يبقى انا عندي المصطلح العام يا شباب اسمه pediculosis. pediculosis لو جاء في الرأس بسميه plica polonica اللي هو الهير لايس، ولو جاء في الجسم بسميه vagabonds disease اللي هو الايه البادي لايس، عشان بس الحاجات دي مهمة، يعني الترمز دي مهمة في الام سي كيو ان شاء الله. تاني حاجة برضو حابة أأكد عليها معاكم هي التريتمنت بتاع البيديكيروزس، يمكن عشان ايه كان في شوية تفاصيل لسه ما قلناهاش في المحاضرة اللي فاتت. اولا انا ايا كان اسم الدواء عندي ايه، اسماء الادوية مهمة نخلي بالنا يا جماعة، سواء الاسم التجاري بتاع الدواء او اسم ايه الدواء نفسه، كلها حاجات مهمة في امتحانات الام سي كيو بيسألوا فيها حرفيا. مهم عندي اعرف تفصيلة مهمة قوي، انه الادوية دي بتبقى في صورة شامبو. شامبو بنعمله ايه؟ ولا حاجه، باجي ادهن بيه الفروه بتاعه راس الايه البيشنت عندي، ولازم تبقى ليفت فور 2 اورز، زي ما بنجيب حمام كريم كده نحطه على شعرينا مثلا نص ساعه او تلت ساعه، نفس الكلام انا بسيب الشامبو ده فور 2 اورز اونلي. والسؤال بيتسال في حاجات الاوسكي بقى، حاجات ادفانسد مثلا، يقول لنا ليه بسيبها 2 اورز مش اكتر من كده؟ بالعكس كل ما كان اكتر كل ما كان احسن يقتل اكتر. الاجابه لا طبعا، لانه بعد 2 اورز احنا يا جماعه بصوا اي توبيكال دراج، اي حاجه توبيكال بتدهن، ممكن حبه منها يمتصوا ويدخلوا في البلاد فيسلز الصغنونه كابيريز مثلا، بعد كده تسرح على الدم، فكده حصل حاجه اسمها سيستميك ابزوربشن. انا الدوايين دول اللي احنا هنقولهم ان شاء الله فكرتهم ان هما بيعملوا ايه، يعني سي ان اس ديبريشن كده لللايس
وللناتس بتاعتهم، للبيض بتاعهم، لابنائهم يعني، بحيث ان هم يموتوا لما عملهم سي ان اس ديبريشن، خلاص ماتوا والموضوع ينتهي. لو انا سبتهم فور مور ذان 2 اورز هيبدا يحصل ايه، شويه سيستميك ابزوربشن في جسمي انا للادويه دي، فيبدا انا كمان يحصل لي ايه سي ان اس ديبريشن. في ساعات مثلا ست تقول لك انا حطيت البتاع ده ونمت بيه، صحيت لقيت نفسي مدروخه وعضلاتي سايبه لانه حصل ايه سام سورت اوف سيستميك ابزوربشن. تمام، يبقى اول كلمه مهمه بتيجي في الام سي كيو بتحط الدواء ده قد ايه، فور 2 اورز. الحاجات اللي هايلايت دي مهمه زي ما اتفقنا. تاني حاجه مهمه اعرف ان الادويه دي بتقتل اللايس نفسها اللي هي الحشره الكبيره وابنائها النتس البيض بتاعها اللي هي بترصه حوالين الهير فولكل زي ما قلنا المره اللي فاتت. يبقى انا بحط الشامبو على شعري 2 اورز بعد كده يتشطف والموضوع انتهى. الفكره بقى انا اسماء الادويه عندي ايه، مهم زي ما اتفقنا اعرف اسم الدواء والايه الاسم التجاري بتاعه اللي هو اللايسيد، من اسمه لايس ايد يعني بيقتل اللايس، او اسمه بايريثرويد. تمام، الدواء التاني اسمه كويك او الملاثوين. فدي ان شاء الله بالنسبه للتفاصيل بتاعه التريتمنت بتاع البيديكيلوزس. نبدا مع بعضينا ان شاء الله. المحاضره دي يمكن هتطول شويه لانه المرضين مهمين وكبار، وخصوصا المايزيس برضو يمكن اكبر ديزيز موجود معانا. يعني خلينا نتناول مرض فيري فاني وحاجه كده يعني خفيفه اللي هو الاسكيبس، حرفيا في منتهى السلاسه ما فيهوش اي حاجات صعبه. يعني اسكيبس بالعربي يعني الجرب، مرض الجرب. ايه البارازايت او الارثروبود اللي بتعمل الاسكيبس؟ شوفي اسمها ساركوبيتاس سكابياي، من اسمها سكابياي لانها بتعمل اسكيبس، او ليها اسم تاني على طول هتلاقوه بيكتبوا اللي هو اتش مايت. اذا دي من عيله المايتس. المايتس اللي هي كانت من انهي عيله بقى في الارثروبودز؟ يلا بينا نقلب في اللي فات. المايتس اللي هي من عيله الاراكنيديا اللي هم ذوات الايه الثمان اقدام اللي هم 4 pairs of legs او 8 legs. يبقى هي مايت عادية جدا ولكن بيسموها اتش مايت لانه هي بتعمل اتشنج، وهنعرف دلوقتي طبعا اي حد جربان بتلاقيه بيهرش، يعني احنا مش محتاجين نقوله ايه الحاجات دي. يبقى اتس سبيسيفيك سكين ديزيز. سبيسيفيك ليه؟ لانه بيجي مينلي في السكين بس، كوز باي ساركوبتس كاب. يعني خلينا بقى نبدا نتكلم في تفاصيل المرض ده شويه. اول حاجه لما نيجي نسمع كلمه السكيبز اول حاجه لازم تيجي في دماغي موضوع الاوفر كراودنج اند بور هايجين. Overcrowding لانه هو highly contagious disease. يعني ايه؟ يعني very easily ان هو to be transmitted من انسان لاخر. يعني بالبلد دي كده يا جماعة الانسان اللي عنده جرب ده بتكون عايشة على جسمه الحشرة دي، الحشرة دي بتنط، فلو انا قريبة منه جدا او مثلا البواب ومراته مخلفين 20 عيل كلهم قاعدين في قدرة متر في متر كلهم ملزقين في بعض، لو واحد جاله سكيبس جرب كلهم هيجي لهم جرب معاه. يبقى Overcrowding مهم قوي، والبور هايجين خصوصا في الناس الايه البريزونرز، الناس المساجين يعني، او السولجرز اللي هم الايه الجنود بقى وكده لما بيبقوا في الجيش وما فيش هايجين كويسه قوي مش بيستحموا، فسهل جدا ان لو حد فيهم جاله السكيبز فيري ايه هايلي كونتيجوس. تمام، يبقى بيقول لي مثال عليها زي ما قلنا في البريزونز او انستتيوشن كير care facilities او بيجي في السولجرز. It's a very known or very common risk factor for infestation. اتفقنا يعني ايه infestation وايه فرقها عن infection. infection يعني العدوى البارازايت دي موجوده جوه جسم. infestation البارازايت موجوده على جسمي على جلدي او على الميوكس ميمبرينز. scabies are transmitted by direct close contact. فعشان كده الناس اللي interested مثلا ان هم ياخدوا جلديه keep space. keep space في اي patient داخل عنده اي dermatological lesion، لانه اغلب الامراض الجلديه تبقى highly contagious وسهل جدا انها تتنقل. فبيقول لي infected ان انا direct close contact مع infected patients او contaminated clothes او pets. الناس بقى ليه يقول لك اللي عايشين مع بعض سهل جدا سكيبس تتنقل؟ لان هم بيمسكوا من الفوطه بتاعته او بيناموا على سريره او بيلبس هدومه، فطبعا بيكون الهدوم او الحاجات اللي هو بيجيت كونتاكت معاها بيكون عليها البارازايت نفسها او عيالها اللارفا، فبيتنقلوا وبيعملوا الديزيز. so it spreads easily
two intimate partner two intimate partners or family members. فمهمة جدا الحتة دي ليه؟ عشان لما نيجي نختم بالمرض يعني بالتريتمنت ان شاء الله هنقول مع بعض انه انا لما باجي اعالج الانسان اللي هو عنده سكيبس ده انا مش بعالجه هو بس، انا بعالجه هو وكل الفاميلي ممبرز بتاعته even if هما لسه ما ظهرش عليهم اعراض الجرب، لان هو spreads easily. خلينا نفتكر الكلمة دي مهمة جدا. فبالتالي حتى لو لسه واحد ما ظهرش عليه ممكن يكون اتنقله المرض وايه very soon يشو السيمتومز بتاعت الديزيز ويجيله هو كمان سكيبس. فانا مش بس ما فيش حاجة اسمها يا جماعة انا بعالج الانسان اللي عنده جرب بس، لا ده انا بعالج كمان الاسرة بتاعته. الكلام ده في غاية الاهمية، الحاجات دي مهمة جدا بتيجي في الامتحان ان شاء الله. نبدأ مع بعض ونقول سؤال مهم قوي في الـMCQ، ايه هو المين باثولوجي في اللايف سايكل بتاعت السكيبس زي ما احنا شايفين؟ الاجابة هي اول كلمتين الفيرتيلايزد فيميلز. يبقى اول حاجة انا بتكلم على الفيميل مايت مش الميل، الفيميل قص المصيبة هي الست، مش اي ست، لازم تبقى ست فيرتيلايزد يعني ست الحامل، هي دي المين باثولوجي. وهي دي لو انا جبت فيرتيلايزد فيميل من الساركوبتس كابيال حطيتها على جلد انسان، شكرا يلا بينا نبدا اللايف سايكل والموضوع ايه يمشي ويحصل ديزيز فعلا اللي هو مرض السكيبس. يبقى انا عندي لو جاء لي مثلا فرضا كده لو الـ 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 الشخص نط على جلده ميل اتش مايت، هل هيجي له سكيبز؟ الاجابه لا طبعا. ليه؟ لانه يا شباب المفروض بيحصل ان الميل بيتجوز الفيميل، بعد كده الفيميل ايه تبقى حامل، الميل بيحصل له ايه؟ ولا حاجه، دوره كده انتهى في اللايف سايكل، يموت ويتحلل على سطح الجلد ولا ليه اي تلتيل لازمه. يبقى لو نط على جلد انسان ميل اتش مايت ولا هيعمل اي حاجه، امال المصيبه في ايه؟ في الفيميل. والسيناريو الغالب بقى اللي بيحصل ان الراجل والست هما اللي بينطوا على السكين يتجوزوا، الراجل ايه يموت ويتحلل. تعالوا بقى نركز مع الست، تبقى fertilized female هتبدأ تعمل ايه؟ اي ست حامل غالبا الامومة بقى والحب لعيالها بيكون موجود حتى هما لسه في بطنها. فهي دلوقتي عمالة بتفكر هو انا قاعدة فين دلوقتي، انا قاعدة على جلد، شوية مية وصابون يجوا يتكبوا عليا يشتفوني وانزل، شوية كحول الانسان ده يرش واموت، يعني ايه يعني مش هكمل life cycle؟ تقول لك لا علي وعلى اعدائي. هتعملي ايه يا ست انتي؟ بدل ما انا موجودة على سطح الجلد كده، لا ده انا هحفر تحت الجلد نفق اسمه تانل او بارو، تمام؟ هحفر تانلز، اقوم داخلة جوه وتملي دايما لما انا ابص على نهاية النفق ده من جوه الجلد بلاقيه blind ended، يعني ايه؟ يعني مفتوح من هنا بس نهايته من هنا ايه؟ هيتصد blind ended tunnels، تمام؟ عملت ايه كده؟ بقت الفيميل هنا بدل ما كانت قاعده فوق الجلد اي حاجه تيجي عليها تموتها، لا دي قاعده ايه تحت الجلد، وبصوا قد ايه طبقه من الجلد ايه بتحميها، تمام؟ يبقى الست دي فعلا ذكيه. هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هي مش حامل، ايوه هتفضل تعمل تاكل، تمام، وتطلع فيسس اكسكريتا بتاعتها يعني، وبعد كده في نهايه الحمل هتولد. تولد ايه؟ تولد بيض. يبقى الفيميل مش بتعمل حاجه في الدنيا الا انها تاكل وتطلع فيسس، وفي اخر الحمل تولد بيض ثم تموت هي كمان. يبقى فيميل دي بتاكل وتولد وبعد كده ايه تموت، ويبدا عيالها الاكس ايه يكملوا معايا اللايف سايكل. وخلينا نفتكر مع بعض، هي الساركوبتس كابيوي دي من عيله الايه او من فئه المايتس، تمام؟ طيب هو المايتس دي كانت بتكمل اللايف سايكل بتاعتها عن طريق ايه؟ احنا اتفقنا اللايف سايكل ممكن تبقى بحاجه اسمها incomplete metamorphosis وفي حاجه اسمها كومبليت ميتامورفوزس. قلنا ميتامورفوزس يعني تغيير كامل في الشكل او تغيير في الشكل، سوري، لما اوصف الميتامورفوزس ده ان هو كومبليت معناه ان الذكر والانثى دول هيخلفوا عيال ايه كومبليتلي مش شبههم تماما، كومبليت ميتامورفوزس يعني تغير كامل في الشكل. انما الانكومبليت لا، ده في الاولاد اللي هيطلعوا شبههم الى حد ما. طب المايتس دي كانت بتعمل ايه؟ لا ده احنا قلنا انه حفظناها ازاي، ان اللي بيعملوا كومبليت ميتامورفوزس اللي بيخلفوا عيال مش شبههم تماما هو الاف اف ام، فلايز وفليز وموسكيتوز. حتى فاكرين لما قلنا ان الدبان الفلايز مش بتولد دبانه صغيره وبعد كده تكبر، لا دي بتولد لارفا دود وبعد كده هتعمل بيوبا ستيج وبعد كده تبقى دبانه كبيره.
يبقى اذا المايتس دي عندي مش من الثلاث حروف اللي احنا قلناهم. يبقى اذا المايتس بتعمل حاجه اسمها ايه؟ incomplete metamorphosis. خلفت بيبيز. بصي البيبيز الصغنين دي اسمها ايه؟ اسمها اللارفا. يعني الفيميل دي يا جماعه بتولد بيض، البيض ده بيقشر يطلع منه اللارفا. بصي اللارفا بتاعتي عامله ازاي؟ شبه الكبيره الى حد ما، الفرق انها smaller in size. ها وايه كمان؟ و immature genital systems. يبقى اذا فعلا بيتطبق عندي المثال بتاع incomplete metamorphosis. تمام، يبقى انا بدات السايكل بتاعتي بالمين باثولوجي والفيرتلايزد فيميلز. لما بتيجي الفيميل دي تدج او تحفر او تبارو في السكين، هل بتخش بقى جوه العمق خالص لحد ما توصل للبونز؟ يعني الاجابه لا طبعا يا جماعه. الساركوبتس كابياي از فيري ديليكيت اورجانيزم، اورجانيزم ضعيف جدا. لما بتيجي تحفر بتحفر على قدها، فيري سوبرفيشال لاير اوف ذا سكين، يعني تدخل كده يا دوبك حته بسيطه قوي في السوبرفيشال لايرز، تقوم حفره وداخله. معنى كده ان هي بتبنتريت ايه؟ حاجه اسمها ذا هورني لاير اوف ذا سكين. هورني لاير معناها ذا سوبرفيشال لاير اوف ايه؟ اوف ذا سكين. بارونج ان ذا، احنا عندنا جلدنا بيتكون من حاجه فوق اسمها ايبيديرمس وحاجه تحت اسمها ديرمس. هي بتفضل قاعده في الايبيديرمس، يعني فيري سوبرفيشال خالص فوق جدا في السكين، ريزالتنج انفورميشن اوف ايه؟ اوف تانلز. وخلينا نفتكر يا شباب المثال ده، ان انا عندي سطح الجلد اهو فوق الدود سوري الحشره مش قاعده عليه، دي قاعده تحتيه. يبقى انا لما اجي اكب على جسمي علاج دواء اللي الدكتور هيديهوني اكبه كده، ولا لازم اعمل حاجه في الاول عشان اعمل حاجه اسمها اكسبوجر للتانل؟ ان انا اجيب ليفه، انا بحرق لكم احداث عشان بس نربط الكلام، بجيب ليفه خشنه، عارفين الليفه اللي احنا بنستحمى بيها؟ بديها للعيان عشان يبدا بقى ياخد العلاج. بعمل ايه؟ ولا حاجه، يدعك جسمه جامد جدا بالليفه بحيث ان كل الطبقات دي تتقشر، اكسبوز التانلز كده تبقى مفتوحه، النفق ده يفتح على بره وجواه الارثروبود يكب عليها الدواء عشان ايه؟ عشان يموتها. تمام تمام. الفيميل جوه بتفضل قاعده بتعمل ايه؟ بتطلع فيه كالبلتس اللي هو الفيسز يعني بتاعتها او الاكسكريتا. وبيقول لك ان نظريا بيعتبروا ان هي اللي بتبروفوك كاركترستيك ليجن سكين ليجن اوف ذا سكيبيز، يعني زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله بيعمل حاجه اسمها بيليومورفيك سكين ليجنز، يعني ليجنز متعدده في الشكل. دي كاركترستيك للايه؟ للسكيبز. and severe pruritus اللي هو الهرش due to حتى دي مهمة في الامس كيو type 1 hypersensitivity. طبعا الناس بقى اللي مركزة في المايكرو كده ممكن يقولوا type 1 ده عبارة عن angin antibody reaction، ايه علاقة ده بده؟ انا صراحة ما عنديش اي فكرة، بس خلينا نفتكر انه الفيسس it's believed to cause or to induce the type 1 hypersensitivity reaction في البيشنز دول. خلينا نفتكرها كده خلاص يعني كمعلومة كده لو جت في الامتحان. تعالوا نتكلم مع بعض على حاجة مهمة جدا، very very characteristic for diagnosis للسكيبز، حاجة اسمها characteristic nocturnal itching. يعني ايه كلمة nocturnal؟ يعني ليلي، يعني هرش ليلي. يعني الناس اللي عندهم السكيبز يقولك انا على طول بهرش، بس الهرش يقطع جسمي ومعرفش انام طول الليل. امتى؟ nocturnal at night، بالليل. ايش معنى بقى؟ هي بقى دي الفكرة. اولا احنا يا شباب لما بنيجي ننام المعروف ان درجة حرارة جسمنا بتزيد من 0.2 ل 0.5 درجة مئوية، من 2 من 10 لنص درجة مئوية كده درجة حرارة جسمي بتزيد. طب هي الفيميل دي قاعدة فين؟ هي حامل خايفة على عيالها، درجة حرارة الجسم عمالة بتزيد. الله، وانا جايلي بلاد فيسل بإميون سيلز بقى ولا ايه؟ انا هخاف. اول ما تخاف تطلع اسيد سكريشن بتاعها، تمام، بحيث انها كحمايه بقى لنفسها بتحمي نفسها. طب لما طلع الاسد ده ايه اللي هيحصل لي؟ هيعمل لي ايريتيشن للنيرف اندنجز وابدا ان انا اهرش واحس ببين او بايتشي سنسيشن كده. يبقى البرورايتس، يعني ايه برورايتس؟ يعني الهرش او الايتشنج نفس المعنى. از انتنسيفايد، بيزيد، هو موجود على طول بس ايه اللي بيزوده؟ الورمث ديورينج سليب. فعشان كده ايه بيحصل الموضوع الايتشنج ده؟ مينلي نوكتورنال ات نايت. and حاجة اسمها perspiration. يعني ايه perspiration؟ يعني sweating. هو انا لما باجي اعرق مش بتدوقوا العرق ده بتلاقوه مالح شوية؟ لانه السويت بيطلع فيه ملح، تمام، فالعرق ده هيجي ايه؟ يجي على الدودة نفسها فتشعر بخطر. فنفس الكلام يا جماعة بتقوم مطلعة الاسيد سكريشن. فوانا بنام درجة حرارة جسمي بتزيد وبعرق، فدي
تتعصب كده وتطلع acid secretion، فبالتالي ايه induce itching. وقلنا حاجة اسمها لازم ما يعني انا ما ينفعش اقول itching واسكت، لازم اقول characteristic nocturnal itching، تمام؟ عشان دي اول حاجة بعتمد عليها في التشخيص ان شاء الله. Furthermore بيأكد تاني معلومة ان increased body warmth درجة حرارة الجسم لما تزيد at night it activates mice to produce ايه زي ما اتفقنا acid secretion with further intensifies a which further intensifies the irritation وبتزوده. خلينا نركز مع بعض في الصورة الجميلة دي. القصة ابتدت ان الراجل اللي جوز الست، قامت الست دخلت ايه حفرت تحت الجلد عشان تحمي اولادها، وقعد اهي حامل عمالة بتاكل وتطلع فيسز، وبعد كده ايه ولدت وماتت. لما ولدت البيض، البيض قشر وطلع ايه لارفا incomplete metamorphosis شبه مامتها وباباها الى حد ما. بعد كده اللارفا دي تعمل حاجة اسمها ايه creeping، تطلع كده ايه على فوق، وبعدين تعمل ايه فاكرين حاجة اسمها molting، لانه اللارفا دي لسه صغيرة في الحجم ومش ماتيور، عايزة تكبر تبقى شبه الادلت تبقى كبيرة في الحجم وماتيور. تعمل حاجة اسمها ايه successive phases of molting. molting يعني انسلاخ، يعني تفضل تكبر فبالتالي جلدها ما يبقاش على قدها فجلدها يقشر. تطلع من التأشيرة دي او من عملية المولتنج ده لارفا اكبر شوية ومور ديفلوبت، وبعد كده ايه تقوم مقشرة تاني. طيب احنا قلنا البيبيهات دول اسمهم ايه، اسمهم لارفا، ليهم اسم تاني ايوة طبعا وحاجة مهمة جدا في الامتحان، اسمه نيمف. يبقى يعني ايه نيمف يا جماعة؟ اللارفا اوف مايت، اللارفا بتاعت المايت اللي هي الايتش مايت اسمها نيمف. يعني ايه؟ يعني بيبي، بيبي ايكوال لارفا ايكوال نيمف. يبقى انا عندي البيبي نمبر 1 اللي هي اللارفا نمبر 1 اللي هي بقى خلينا نتكلم بمصطلح تاني اللي هو النيمف نمبر 1، هيعمل مولتنج عشان يكبر شويه، هيبقى النيمف نمبر 2، هيبقى نمبر ايه يعني نمبر 2، بعد كده يكبر اكتر نيمف نمبر 3، وهي دي اكبرهم وهي دي الموست ديفلوبد. الا لما تعمل مولتنج للمره الاخيره هتتحول تبقى ايه، هتبقى ادلت. الله ينور عليكم. يبقى مهم قوي نطلع من الصوره دي ان انا عندي اللارفات بتاعه المايتس اسمها نيمف. شكرا جدا. نكمل مع بعض الكلينيكال بيكتشر. الارثروبود دي او المايت دي قاعده تحت الجلد عماله بتطلع اكسكريتا، واللارفا تكبر، وبعد كده اللارفا عماله بتاكل وتكبر، فكل ده طبعا ايه بيأثر على الجلد. مينلي طبعا البيشنت هيجيب بسكين ليجن يا جماعه، لانه انا عندي المرض ده سبيسيفيك ديزيز بيجي مينلي في السكين، فكل الكلام عندي موجود فين في السكين. السكيبز بيعمل حاجه كاركترستيك قوي اسمها بوليمورفيك سكين ليجنز. الحاجات دي ان شاء الله لما نيجي ناخد درماتولوجي هتبقى المصطلحات دي بالنسبه لنا سهله، يعني هي يمكن بس الناس تتخض، بس هي حاجات ايه يعني حاجات بديهيات. يعني ايه بوليومورفيك او بوليمورفيك؟ عادي الاثنين زي بعض، بوليو اور بولي. يعني مورفيك شكل، بولي متعدد، يعني بتعمل لي سكين ليجنز اشكال متعدده. زي ايه؟ زي انا اول ما الناموسه تيجي تقرصني بلاقي حته الجلد دي احمرت وقبت، بسميها بابيول. لما الحته دي ترتفع اول حاجه، بصوا خلينا نقول ان لما يحصل انجري في السكين بيحمر بيعمل حاجه اسمها ايريثيما، بعد كده تبدا يحصل ايه سيلولر انفلتريشن وتبدا الحته دي تعلى كده وتقب تعمل ايه زي قرصه الناموسه اسمها بابيول، تمام؟ او نوديول، الاثنين زي بعض. بعدين لو انا بتكلم بقى في يعني ديجري اعلى من الانفلاميشن هتبدا البابيول دي تعبي ميه، ده يقول لك ايه لا ده الانفلاميشن هنا فعلا يعني سيفير انفلاميشن، يعتبر تعبي ميه بسميها فيزيكال. بعد كده البيشنت ده ايه البيلتس بقى والفيسز بقى بتنديوس ايتشنج فهيهرش. انت لما تيجي تهرشي جامد هتلاقي في ايدك علامات هرش، اهي علامات هرش دي اسمها سكراتش ماركس. واخيرا لما انا اهرش في الفيزيكلز هربشرها واطلع السائل اللي جواها، السائل ده يطلع اسمه اكزدت، بيبقى سائل اصفر كده شويه بيتفرش على الجلد وينشف يعمل لي القشره او اسمها كروست. يبقى انا لما اجي ابص في الليجنز دي هلاقي واحده بابيول واحده فيزيكال، وممكن الاقي باستيول امتى؟ لما يحصل سكند بكتيريال انفكشن. وهستفاد من معلومه ايه ان انا لقيت باستيول؟ هستفاد ان انا لازم ادي البيشنت ده انتي بايوتيك لان في سكند بكتيريال ايه انفكشن. الله ينور. خلينا بقى نقوله الحته المهمه جدا جدا جدا، السايتس بتاعت السكيبز هو بيجي فين؟ مش احنا قلنا انه
الاورجانيزم ده از اديليكت اورجانيزم، لما بيجي يحفر في الجلد ما بيعرفش يحفر الا فيري فيري سوبرفيشال، يبقى كمان لازم يحفر في الايه، في الاماكن اللي هي ثين سكين. ايه الحتت اللي في جسمي ثين سكين؟ كل الجسم ما عدا حتتين الجلد فيهم بيكون ثيك سكين، وربنا خلقه كده عشان وظيفته اللي هما مين، البالم كف الايد عشان على طول بمسك بيه، لازم الجلد طبعا طبعا يبقى ثيك عشان ما تعورش. وايه كمان؟ السول اللي انا بمشي عليه بكل تقل جسمي ايه على الارض الناشفة. يبقى مفيش حاجة اسمها سكيبس بيجي في البالم والسول. كدكتور جلدية انا لما الاقي ليجنز كده في كف الايد او في بطن الرجل استبعد تماما ايه انه يكون ده سكيبس، ما عدا البيبي هات او التشيلدرن الصغيرين، لانه بيكون جلدهم لسه طري او ثين يعني في كل الجسم عموما. يعني ممكن بيبي صغير يعني يجيب له سكين ليجن سكيبس في كف ايده او في بطن رجله، لان هما جلدهم ايه فيري ثين في كل الجسم يعتبر. طب خلينا نقوله بقى يعني بطريقه اقرب شويه، ايه بقى المناطق اكزامبلز كده ممكن يجي فيها او اليوجوال سايتس اللي بيجي فيها السكيبز باعتبارهم ان هما السكين هنا is soft and thin. زي ايه؟ زي تعالوا ناخده كده الدراع من تحت لفوق، الويبس او انتر ديجيتال سبيس بين الصوابع very characteristic برضو بيجي فيها السكيبز، لانه الجلد هنا رفيع جدا و very thin. نطلع فوق شوية على الفلكسور aspect of the arm، الارم بتاعنا بس مش من ناحية برة، من ناحية جوه اللي هو الجلد الابيض الطري ده الناعم ده. بعد كده ايه رايكم في الاكزيلا؟ طبعا تحت الباط بيكون الجلد فيري ديليكيت اند ثين، وكمان الشولدرز. تمام، تعالوا لي بقى على الترانك بتاعي او الجزء بتاع الجسم من فوق لتحت، يلا بينا. اندر بريست طبعا يجي، الراوند الامبلايكس طبعا، فين؟ عند منطقه الجروين اللي هي الحز اللي ما بين الفخذ والبطن، واخيرا الايه الباتوكس والظهر كمان الباك ممكن يجي فيه. يبقى دي اشهر الاماكن اللي بيجي فيها الايه السكيبس، هو بيجي مينلي في الثين سكين، ولكن دي اكزامبلز حفظناها، الذراع من تحت لفوق والترانك ايه من فوق لتحت اللي هو البريست والامبلايكس والجروين وورا الباتوكس والباك. تمام يا شباب، الله ينور. بس اهم الاماكن هي اندر بريست والامبلايكس والفلكسور اسبيكت اوف ذا ارم. يا ريت بس نركز برضو على الايه الاماكن دي ان شاء الله. كده احنا اتكلمنا على الباثولوجي، ووصلنا في الاخر ان اللارفا او النيمف اللي طلع بيعمل سيفرال مولتنج عشان يتحول انتو ايه ادلت. خليني اقول لكم حاجه يعني يمكن تفاصيل مش لذيذه بتيجي في الام سي كيو كويستشن اوريدي. احنا شايفين هنا يا جماعه الادلت ارثروبوت اللي اسمها مايت، دي من عيله الاراكنيديا اللي هم عندهم 8 رجول. عدوا كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، لما جت خلفت النيمف بتاعها او اللارفا بتاعتها البيبي بتاعها يعني عدوا كده رجوله 1 2 3 4 5 6 صح. السؤال بقى جاء في الحته دي قبل كده، اللارفا او النيمف ستيج اوف المايت بتحتوي على كام رجل؟ طبعا اغلب الناس قالوا ان هي مايت اللي هي اراكنيديا فهي عندها 8 رجول، فعيالها كمان عندهم 8 رجول، بس للاسف الاجابه كانت ايه 6 رجول بس اللي هي 6 legs او 3 pairs of legs. تمام، فده السؤال جاء بكده في الام سي كيو كويشن. اتكلمنا على الكاركترستيك سكين ليجن او بيليومورفيك سكين ليجنز اللي بتيجي، وقلنا حاجه مهمه قوي اللي هي ايه الدايجنوز، ازاي اشخص، هل في تحليل معين عشان اعمله للبيشنت ده عشان اشخص ان هو عنده سكيبس؟ الاجابه لا طبعا. انا بشخص ازاي؟ كلينيكالي بالمنظر اللي انا شايفاه قدامي. اولا باي هيستوري تيكينج البيشنت هيقول لي حاجه فيري فيري كاركترستيك اللي هي نوكتورنال ايتشنج، انا باجي بالليل انا مش بعرف انام من كتر الهرش، كاركترستيك نوكتورنال ايتشنج، عشان كده قلنا دي حاجه مهمه قوي. بلس بصيت على جده لقيت فيه الديفرنت تايبس اوف سكين ليجنز. في حاجة تانية هو كاتبها نظريا، الناس بقى اللي هما في المعمل او عندهم فضول او الكلام ده كله، بس انا مش اي patient سكيبس بيجي في العيادة بعمله الموضوع ده يا جماعة، اللي هو موضوع scraping، اخد شوية خلايا كده بمشرط او بكحت او بحاجة واحطهم على سلايد وبص تحت الميكروسكوب. تمام، هبص هلاقي ايه؟ هتلاقي حاجات كتير قوي. مش احنا شفنا الصوره فوق في الدايجرام اللي فوق ده، السكين بيحتوي على الادلت قبل ما تموت، وبعد كده اللارفا، وبعد كده الايكس بتاعتها. يعني انا لما عملت سكرابنج في اي وقت ممكن الاقي حاجه من التلاته دول، يا الادلت يا الايج يا اللارفا.
ماشي. الفكرة انا ليه مش بعمل يعني سوري مش بعمل التست ده عشان اشخص، قال لك عشان اولا انا مش باخد شويه خلايا كده وبص تحت الميكروسكوب، لا طبعا بحط حاجه اسمها كي او اتش اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد. ليه؟ عشان انا الخلايا اللي خدتها دي عباره عن خلايا الجسم او الجلد نفسه، وعباره عن البارازايت الموجوده. انا لو بصيت تحت الميكروسكوب مش هشوف البارازايت، ممكن الخلايا تغطيها. فبحط كي او اتش وبستنى 3 ايام عبال ما الكي او اتش ده يعمل ايه، يدوب خلايا الجلد عشان يخلي السايد واضحه كلير اكتر، بحيث ان انا ابص الاقي ادلت ايج لارفا بس وشخصت منها. طبعا حضرتك عامل الكي او اتش على السايد وقاعد رجل على رجل 3 ايام عبال ما تشوفها عشان تتاكد تماما ان البيشنت سكيبز، هيكون ايه اللي حصل في البيت عندهم، هيكون كلهم جالهم سكيبز. فعشان كده اقول لك ايه، وانس سسبكت تريت في ساعتها، لانه حاجه من الاثنين، يا اما هو عنده العدوى وانت اصبت واعطيته الدواء ووقفت عملت كنترول اند بريفنشن اوف السبريد للديزيز، وفي نفس الوقت لو هو ما عندوش جرب مش هيموت من الدواء اللي انا اعطيته له، تمام؟ يعني مش هيضر ولكن هينفع، خلينا نقولوها كده. فعشان كده التست ده يا جماعه مش بيتعمل في جميع الحالات، ده الناس بس اللي عندها ايه، اللي عندها فضول. وانس سسبكت تريت، تمام. خليني اقول لكم بس ملحوظه، ايه هي الفاكتورز اللي احنا قلناها بتزود الايتشنج ات نايت؟ الورم تمبرتشر والبرسبيريشن او السويت، زياده الحراره والعرق، الاثنين دول بيخلوا البارازايت نفسها او الحشره نفسها تشعر بالخطر، فتزود الاسيد سكريشن فتعمل فيها ايتشنج اند بين، تمام. الله ينور. خلينا نقوله اخر حاجه، التريتمنت. لما بيجي العيان ده في سيناريو من الاثنين، تمام، ان هو يجي في الميري او يجي لي في عياده خاصه. طبعا العلاج اللي هديه هنا غير هنا، حاجه بقى ماني وايز يعني. فتعالوا نقول الاول السيناريو اللي هو ايه في الميري. انا بعمل ايه؟ باجي للبيشنت ده، اول حاجه بديها له قبل المرهم او قبل الدواء اللي انا هديه له، يعني بديله ليفه وصابونه الاول. ليه؟ اول حاجه براشنج، هارد براشنج باي ليفه، اهي الليفه اهي، مش بألف من عندي، تمام. وصابونه، اي صابونه عادي جدا بس يفضل انها تكون سلفر، ماشي، بس اي صابونه تمشي عادي. وبعدين بديله الدواء، بس الاول بقوله هتاخد الليفه دي تقطعها 5 حتت. اشمعنى 5؟ لان هو هيستحمى بيها 5 ايام متتاليه، ولازم متتاليه، لان هو لو نسى يعني استحمى النهارده ونسى بكره هيعيد تاني 5 ايام للمره جديده يعني، تمام. هيقطعها 5 حتت، هتاخد كل حته تستحمى بيها ايه 5 ايام متتاليه. يعني ايه يا شباب؟ يعني جايب حته الليفه اهي دعك فيها الصابونه، لازم يعمل هارد براشنج جامد. ليه؟ عشان فاكرين فوق قلت لكم اكسبوز التانلز، عشان انا لو كبيت الدواء على الجلد البارازايت دي مش هتموت لان هي مستخبيه تحت الجلد. انا عايزه اكحت شويه الخلايا اللي فوقها اللي حمياها، وبعد كده اكب الدواء ايه عليها. يبقى انا هارد براشنج باي ليفا اند سوب، تمام، اند ذن ايه هي تو اوبن تانلز اند اكسبوز مايتس تو ذا دراج اكشن. بعدين ياخد الليفه دي يرميها، ما يستحماش بيها تاني يوم. ليه؟ لانه الليفه دي مليانه الادلت ارثروبود الحشره نفسها والبيض بتاعها، لو استحمى بيها تاني يوم يبقى حضرتك كده بتعمل ايه، اوتو انفكشن تاني وتزود عليك الانفكشن. بعد كده بديله الايه، اللوشنز الانتي سكابيتك اللي هي بتقتل المايتس. لو انا بتكلم في الميري ماشي، بيدوا دواء مش المكتوب في الكتاب ده يا جماعه، المكتوب في المنهج ده دواء غالي بديه في العياده الخاصه اللي هو البيرمثرين، لان هو دراج اوف تشويس فعلا، عشان هو مور ايفكتيف مور بوتنت، هو الاقوى. ولكن خلينا نعرف الادويه الثانيه كده يا ريت، عشان حاجات مهمه. في دواء اسمه كروتاميتون او ايوركس، تمام، او اكاري سايدل. يعني ايه اكاري سايدل؟ يعني يقتل. اكاري جاي من اكاريزس اللي هي الاركنيديا، لان المايت دي من عيله الاركنيديا. سايدل يعني بقتلها. هو ده اللي هيستحمى بالليفه النهارده ويكحت جلده جامد، وبعد كده يقوم ايه داهن من الدواء ده. وهو ده الدواء، عشان كده بقول لكم، لان يعني في مصر وزاره الصحه هي اللي موفراه، دواء رخيص يعني من الاخر. في سؤال ممكن يسال في الاوسكي في الشفوي، يقول الدواء ده بيشتغل 3 في 1، الكروتاميتون ده 3 في 1. ليه؟ لانه بيعمل 3 حاجات. اول حاجه بيقتل المايت الادلت بارازايت دي نفسها، بلس ان هو بيقتل اي سكند بكتيريا انفكشن موجوده. تالت حاجه ان هو بيقلل الايتشنج وبالتالي بيقلل البين، ده معنى كلمه 3 في 1، تمام. ده كده السيناريو بتاع الميري، 5 ايام
يدعك بالليفة جامد الاول بعد كده يكب الايه الدواء. طب تعالوا لي على هذا الخصم، جالي في العياده هديله دواء اغلى طبعا اللي هو البيرمثرين 5%، ده الدراج اوف تشويس بيتاخد وانس بير ويك فقط، مش 5 ايام بقى لا، ده مره واحده في الاسبوع، ومن كل دهنه والتانيه 1 تو 2 ويكس ابارت، يعني بين كل دهنه والتانيه اسبوع لاسبوعين تمام. ويبقى برضو نفس الكلام، بيبقى بيترك على الجسم 10 hours and then washed to be washed off. المعلومة المهمة جدا جدا الهايلايت دي عشان تيجي في الامتحان يا جماعة، انا مش بعالج البيشنت اللي عنده سكيبس بس، ده all members all household members اللي هم close contact معاه مع المريض لازم لازم يتعالجوا. It's recommended to treat all household A members لان هم even if they show no signs it spreads easily، وممكن اقعد عالج في اللي عنده عدوى ده ويكون نقل العدوى اوريدي للتانيين، فاول ما ده يخف يوم التانيين ايه يظهر عليهم الاعراض. الله ينور. خلينا نقوله معلش نسيت حاجه برضو هنا، انه موضوع البويلنج بتاع الكلوز طبعا مهم قوي. الانسان البيشنت بقول لافراد عيلته مامته مثلا ان هو تغلي الهدوم، تغلي الهدوم بمعنى انها مثلا تغسلها بميه سخنه او في الغساله بميه سخنه، وكمان بعد ما تتغسل ايه تتكوى. المهم ان الهدوم تتعرض لحراره عاليه جدا عشان لو فيها اي بارازايت او اكس فتقوم تقتلها. تمام كده الحمد لله خلصنا اول ديزيز اللي هو السكيبس. تعالوا لي بقى لاخر حاجه نختم بيها، هو مرض المايزيس فيري امبورتنت، وهو معلش طويل شويه ولكن هنقوله بطريقه مع بعض ان شاء الله بحيث انها تلم المنهج.